سجل لقاء مع رئيس الوفد الرياضي العراقي ونجم كرة القدم سابقا حسين سعيد، فمع اللقاء التالي. في البطولة العربية في سوريا، المنتخب العراقي أدى شوط ممتاز في الشوط الأول من المباراة وسنحت له عدة فرص لم يستفيد منها، وانسجم أعضاء منتخبنا في الشوط الثاني وانسجامهم أدى إلى أن يكون الشوط مليئا بالهجمات والكرة الجميلة، ترجم إلى هدف سجل في الدقيقة 26 عن طريق هجمة منسقة وجماعية ما بين عبد الله صنعاني وعصام دريبان وعمر البارك، وتسجيل جميل في النهاية لعبد الله صنعاني بعد مجهود عمر البارك، ونتابع الهدف وكان جميلا. أيضا سنحت فرص في الشوط الثاني لمنتخب بغداد لم يستفيد منها لتألق أمين في الشوط الأول تألق بخبرته، وأيضا فرصة جاءت أيضا لعرب عبد ربه في الشوط الثاني تألق هو الآخر. انتهت المباراة بفوز منتخبنا بهدف مقابل لا شيء، وكان عصام دريبان قد وفق بتسديدة ممتازة وأخطأ حارس المرمى في الإمساك بها لتدخل المرمى، لكن كان هناك راية وسطارة بالتسلل. والمهم أنه كان لقاء وديا وأخويا استمتع الجمهور والمتابعين به، وجاء يوم الجمعة الذي صادف 22 من مايو وهو يوم إعلان الوحدة اليمنية والعيد الثاني بهذا اليوم الخالد. المنتخب بغداد كما صرح العديد من اللاعبين وعضو الوفد بأنهم كانوا مرتاحين لهذه الزيارة وأنها بادرة لزيارة أخرى قادمة، والاتحاد العام لكرة القدم جند نفسه يوم الخميس والجمعة وأقام حفلة عشاء بعد مباراة الجمعة، ويوم السبت أيضا الأخ رئيس مجلس الرئاسة الفريق علي عبد الله صالح استقبل رئيس وعضاء الوفد الرياضي العراقي بحضور الأخوة وزير الشباب والرياضة ورئيس وعضاء الاتحاد العام لكرة القدم، ولفتة جيدة جاءت، ولقاء كان مليء بالأحاديث الرياضية وبدور الشباب. وهذه لقطات من لقاء الأخ الرئيس بالأخوة رئيس وعضاء الوفد الرياضي العراقي قبل سفره بساعة واحدة، وكان لها أيضا لفتة كريمة، وتبادل الأخ الرئيس مع أعضاء الوفد الرياضي العراقي الأحاديث عن الرياضة ودور الشباب في لم الوحدة العربية التي تبدأ من الشباب لأنهم الأساس وهم القوة. وجاء اللقاء بحضور أيضا الأخوة الرئيس وأعضاء الاتحاد العام لكرة القدم في بلادنا، وبعد هذا اللقاء غادر الوفد العراقي الرياضي صنعاء متوجها إلى السودان، ثم يواصل رحلته الرياضية إلى الأردن.